قبل أن نواصل، تأكد بالنقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ولتكن من السابقين. ألغاز سوف تساعد على اختبار مستوى الذكاء. في المساء كانت لانا تغادر المكتب حتى تذهب إلى المنزل، وبعدها قابلت صديقها إليكس وقالت له إلى اللقاء، وبعدها ذهبت لتناول البيتزا مع أصدقائها، واستطاعت قضاء وقت ممتع للغاية حتى عادت إلى المنزل للنوم، وبعدها تلقت رسالة من صديقها إليكس يقول فيها: ربما أنك نائمة ولكنني لا أطيق الانتظار، هل يمكننا تناول العشاء معا غدا؟ وأجابته قائلة: أنا أحب ذلك. وبالفعل تقابلوا وكان وقتا ممتعا للغاية، وتحرك إليكس مع لانا حتى عادت إلى المنزل الخاص بها، وبعدها قالت له: أنك تدخن كثيرا، وقال لها: أنا أدخن نصف علبة يوميا، وبعدها قال لها أنها تشعر بالبرد ويجب أن تأخذ السترة الخاصة به، وتحرك معها حتى عادت إلى المنزل. وفي اليوم التالي تقابلوا في العمل وأعطته السترة الخاصة به، وبعد مرور يومين تم اكتشاف إليكس مقتولا في المنزل الخاص به، وقالت الشرطة أنه عملية انتحار، ولكن في الحقيقة إنها عملية قتل. كيف استطاعت لانا قتل إليكس؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي أنها قامت بإضافة السم إلى علبة السجائر الخاصة به. في إحدى المدن انتشرت الكثير من الأخبار عن اختفاء الأطفال، وفي الحقيقة إن هذه المرأة هي من كانت تقوم بعمل هذه العمليات من الاختطاف، ولكن لم يستطع أي من رجال الشرطة إثبات هذا الشيء عليها، كما أنها كانت تذهب من مدرسة إلى أخرى لإتمام عمليات الاختطاف. وفي يوم من الأيام ذهبت إلى مدرسة جديدة وكان يوجد فيها هؤلاء الأطفال. من خلال النظر إلى هذه الصورة، هل يمكنك أن تخبرني أيا من هؤلاء الأطفال سوف يتم اختطافه ولماذا؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي: من الصعب اختطاف هذه الفتاة، وذلك بسبب أنها تجلس مع الكلب الخاص بها، وهذا الطفل يصدر الكثير من الضوضاء، وهذا سوف يلفت الانتباه. أما هذه الفتاة الأخرى يبدو عليها الخجل، ولهذا ستكون ضحية سهلة لهذه الخاطفة. في يوم من الأيام اجتمع كل سائقي الحافلات العامة للإضراب، وفي هذا الوقت واجه الكثير من السكان مشاكل في الذهاب إلى العمل، وفي واحدة من المدارس اكتشف الطلاب المدرسة الخاصة بهم أنها قد تعرضت إلى القتل، وكان ابن هذه المعلمة موجودا في نفس المدرسة، وكان الكثير من الطلاب يغارون منه، وذلك بسبب أن أمه كانت دائما تعطيه الدرجات النهائية. وبعدها جاء المحقق إلى مسرح الجريمة حتى يستطيع التحقيق مع كل هؤلاء الطلاب لكي يستطيع معرفة القاتل. قال مايك أنه كان في الكافيتيريا في هذا الوقت، وقال روبرت أنه كان يودع والديه في الفناء، وقالت ماري أنها ذهبت إلى الحمام في هذا الوقت، وقال إليكس أنه كان في الحافلة للذهاب إلى المدرسة، وقالت أنا أنها كانت تلعب مع اللعبة الخاصة بها في الفناء. على الفور استطاع المحقق معرفة الشخص القاتل. هل يمكنك معرفة هذا الشخص قبل انتهاء الوقت؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة.
انتهى الوقت. والإجابة هي إليكس هو الشخص القاتل، وذلك بسبب أن جميع السائقين كانوا في إضراب، وهذا يعني أنه لم يكن هنالك أي حافلة تستطيع نقله إلى المدرسة. انظر إلى هذه الصورة جيداً وأخبرني قبل انتهاء الوقت أين توجد الغزالة في هذه الصورة. أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي توجد خلف هذه الشجرة. من خلال النظر إلى هذه الصورة، هل يمكنك أن تخبرني من هي الفتاة التي تمتلك هذه القطة؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي توجد بعض من القطع المقطوعة من ملابس هذه الفتاة من الأمام، ما يعني أن مخالب القطة هي من قامت بعمل هذا الشيء. من خلال النظر إلى هذه الصورة، أخبرني أيا منهما يحمل الكثير من المياه. أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي كلاهما يحمل نفس كمية المياه، وذلك باستخدام أن فتحة المياه في هذا الدلو توجد على نفس الارتفاع. انظر إلى هذه الصورة وأخبرني ما هي مهنة هذا الرجل. أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، حاول أن تخبرني الإجابة الصحيحة في التعليقات، والفائز سوف نعلن اسمه في الحلقة القادمة. يعيش كل من ألين ورودي وفرانك على جزيرة صغيرة في وسط المحيط، وفي يوم من الأيام تمكنوا من رؤية سفينة بالقرب منهم، وبعدها اقتربت هذه السفينة من هذه الجزيرة، واستطاع أحد الأشخاص المتواجدين على متن هذه السفينة ضرب نار على الجزيرة. استطاع ألين رؤية وميض ضرب النار، ورودي استطاع الاستماع إلى صوت ضرب النار، أما فرانك كان قادرا على رؤية الرصاصة. من هو أول شخص لاحظ وجود ضرب نار في هذه المنطقة؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي ألين هو من استطاع رؤية ضرب النار في البداية، وذلك بسبب أن سرعة الضوء أسرع بكثير من سرعة الصوت، وهذا يؤكد على أنه هو أول شخص لاحظ وجود هذا الشيء. من خلال النظر إلى هذه الصورة، هل يمكنك أن تخبرني من هي الأم الحقيقية لهذا الطفل؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي الأولى تجعل الطفل يجلس أمامها،
ولكن الثانية تجلس وهي تضع قدما على الأخرى، مما يعني أنها غير مهتمة بعض الشيء بهذا الطفل. لو اخترت الأم الأولى فهذا يعني أنك شخص تفضل إنهاء الأشياء التي قمت بها في البداية، بالإضافة إلى أنك لديك قدرات تحليلية رائعة وأنت شخص تعمل بجهد كبير. أما لو اخترت الأم الثانية فهذا يعني أنك شخص مبدع وقادر على تحليل الكثير من الأفكار، وأنت مستمع جيد، ولهذا يحتاج الكثير من الناس إلى نصائحك. جاء الأطفال إلى المدرسة واكتشفوا أن المعلم الخاص بهم تعرض إلى القتل، وبعدها جاء المحقق للبحث في هذه القضية ومعرفة الشخص القاتل، وعندما قام بفحص الجثة اكتشف أنه تعرض إلى الضرب على رأسه باستخدام هذه القطعة الحديدية، وبعدها قام المحقق باستجواب كل المعلمين، وقال معلم الرياضيات أنه جاء من العطلة بالطائرة منذ فترة قليلة في الصباح ولا يعلم من قام بقتله. مدرس الألعاب قال أن هذا المعلم صديقه المقرب ولهذا لن يقوم بقتله، وقال مدرس الكيمياء أنا ذهبت لعمل بعض من التمرينات في الصباح ولهذا لم أستطع المجيء للعمل، وقالت مدرسة الأحياء أنها كانت تقوم بشرب القهوة في الكافيتيريا وأجابت أن العامل هناك كان يراها. من خلال هذه الاستجوابات من هو الشخص القاتل؟ أمامك 20 ثانية فقط لتخبرني الإجابة الصحيحة. انتهى الوقت، والإجابة هي مدرس الكيمياء، هو من قام بعمل هذا الشيء، وذلك بسبب أنه قام بقتل المدرس باستخدام الجزء الثاني من هذه القطعة الحديدية. كم عدد الألغاز التي تمكنت من حلها؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.